رسول الله يا يتيما واليتم دمع وضعف كيف دانت لضعفك الأقوياء. اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. يا الله يا الله يا محمد رضي الله عنك، يا محمد صلى الله عليك وسلم، يا محمد يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هذا قضاء وقدر ولا مفر، لابد من تمحيص أجيال البشر حتى إذا الليل اعتكر واستهول الركب السفر لاح القمر. لابد أن يستنفذ الليل دجاه، لابد أن يستوفي البغي مداه، ورغم فقد النور في كل اتجاه كانت يمين الله تدني للورى طوق النجاة. محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم طوق النجاة للحياة، طوق النجاة للحياة، طوق النجاة للإنسان، طوق النجاة للإنسان، رحمة الله للعالمين. يا الله يا الله يا الله، سبحان الله سبحان الله. وقف عندك يا زلمة، انت مش قلت هتنزل خميم؟ اجرتك واخدتها، ملكاش صالح انت. وقف. الله لا اله الا هو الحي القيوم، لا تاخذه سنه ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين صدق الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين؟ واحد من عباد الله. خير؟ عاوز إيه وجاي لمين؟ قلت لك واحد من عباد الله، لا أعرف حد هنا ولا لي مصلحة بحد. هتدوني شاي ولا أروح لحالي؟ وماشي كده في انصاص الليالي وما خايفش؟ انا متوكل على ربنا، اخاف من ايه وعلى ايه؟ صح، كلنا متوكلين على ربنا. جرب جرب، ده في يدك، اديله كوبايه شاي يا ابو عمو. صدق كتر خيرك. لا لا ماليش فيه يا ابو عمو. هنعمل ايه يا حج؟ العمل عمل ربنا يا حجه، مفيش في ايدينا حاجه نعملها. الحكماء بحر ومجبل شافوه، قلت عين
لفينا بيه شرقة وغربة وبرضه ما فيش فايدة. قم بينا يا بوي، أنا حلفت بالله لن تنبيت عندي الليلة دي. حلفت قبلك وخلصنا خلاص، يلا توكل على الله، خلونا ناخد لنا غفوة. طب حلفان على حلفانك. والله ما تحلف. كتر خيركم، كرمكم زايد. طيب الحكاية كلها ساعتين على الفجر يعني مش مستاهلة. يعني لا راضي تقول لنا أنت منين ولا رايح فين ولا حتى راضي تقول لنا على اسمك. اسمي خلف. خلف الله. عاشت لسامي وأنا غرابلي ودول ولد عمي فرج ودغار. زين الرجال، تصبح على خير. عايز حاجة قبل ما نمشي يا خلف الله؟ أنتوا ما يلزمكمش حاجة. يلزمكم الستر. وأنا هدعي ربنا يسترها معنا جميعا. آمين يا رب. آمين. تصبح على خير يا خلف الله. أنت من أهل. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. حول الله يا ربي، العمدة رجع بالولد واحنا قلنا ربنا هيكتب له الشفا ببركة سيدنا النبي. الله يكون في عونك يا حاج، لا حكم نفع ولا مشايخ. طارق ده ولد موت من يومه. أبا أعوذ بالله من فلك السم يا شيخ، ليه هتقول كده؟ اعفي عنه، اعفي عنه يا كريم. آه يا زمن وآه، قال لي الزمان أنت مين؟ أنا قلت عبد الله، إداني ربي أمانة شلتها في سرة، سرقوها مني العباد، أنا قلت خلف الله، واللي يضيع النهاردة يلتقوه بكرة. يا زمن أهو زي ما رحنا زي ما جينا. استغفر الله العظيم يا رب، الولد عيروح مني مش عارفة أعمل إيه. والله يا خيتي عدعيله ليل ونهار. فين؟ في أسيوط؟ مشايخ تاني؟ لا أنا لا رايحة ولا جاية، كلهم زي بعضيهم، محدش عارف الوجيعة فين ونجيبه منين. خلف دي وعتقولي مالوش مطرح؟ أسأل مين؟ كتر خيرك يا خيتي، ربنا يتولاه. مع السلامة. عتكلم مين؟ دي خيتي، عتسأل عملنا إيه؟ وعتقولك على شيخ تاني؟ أيوة، عتقول عليه بتاع ربنا، بس محدش عارف له مطرح، كل يوم في بلد. واسمه ايه الشيخ ده؟ خلف الله. هتسأل عليه؟ نسأله، ربنا يعفو عنه ان شاء الله. أنا ما مصدقش اللي هتقولوه ده، الشيخ خلف الله كان هنا ليلة امبارح. كيف؟ احنا لقيناه داخل علينا بعد العشاء وقاعد معانا، وروحنا وسبناه بقيت مطرح وما كانش راضي يقول على اسمه ولا رايح فين ولا حتى جاي منين. يمكن ما يكونش هو. لا هو، ما شفتش عينيه عاملة كيه؟ ما تقدرش والله العظيم يا عم الحاج تبص فيها.
تتنفض على طول. يا ابوي على المعر، ده راجل غلبان وعلى باب الله. غرب لي بس اللي قلبه خفيف. ايه مال؟ هنفضل طول النهار نقول هو ولا مش هو لما الراجل يروح كده ولا كده؟ يلا يا امو هات الراجل وتعال. يلا. اها ده الكلام ده متعلق بقشها يا ولد عمي. خلي عينك على الطريق وخلاص، احنا برضه ما تحققناش منه في الضلمه. شايف شي؟ العربيات كلها واقفه، تلقى في كمين قدام ولا حاجه؟ يوه وهو ده وقته. في ايه قدام يا ولد العم؟ في حادثه عربيه انقلبت في ايدي. وفي حد عايش؟ هيقول عيله صغيره. معودين ليه؟ حادث على الطريق؟ طب تعالوا. هقول ايه يعني؟ الامر لله، على السلامة. يعني يبقى جاي لحد عندنا وما عارفين ايش نجمعه؟ ربنا وحده اللي يعلم اذا كان هو ولا مش هو يا حجة. يا عم الحاج، يا عم الحاج، عاوز ايه يا شمندي؟ واحد هيقول اسمه الشيخ خلف الله. هو يا حج. استني بس يا حجة، خلف الله مين يا شمندي؟ ما نعرفوش يا حاج. قول له امشي. لا استنى، الشيخ خلف جاي من نفسه يا حج. استنى يا حجة لما نتوكد. انا متوكدة، قلبي هيقول لي انه هو. فيه بنت صغيرة أهلها راحوا في حادثة، حتموت لو ما لحقناهاش، لازم حد يوديها المستشفى. البنت دي لو جرى لها حاجة
ولدك ما تكملش يا سيدنا، صيق عليك النبي. يلا يا حاج يلا الحق يا جوامع من المعروف. حاضر. الو ايوه ده غار، فين انت؟ لا ارجع، هقول لك اسمع الكلام اللي هقول لك عليه. خد البنت وديها المستشفى، البنت اللي قلت لي عليها زي ما قلت لك، وديها المستشفى وانا هكلم الدكتور عشان يعمل اللازم. يلا وانا على طول مسافة السكة واحصلك. على السلامة. تفضل يا سيدنا تفضل. بسم الله. بيتك ومطرحك. تعال يا شمندي. اقول لك ايه يا حجة، مسافة السكة هوصل اطمن على البنت وارجع على طول. ها تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض. ما 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 يا حاج يا حاج طارق عند حبايبي. طارق انت عليك فين؟ يما يما استني، هتدخل على الرجل وهو نايم جوه؟ ولدي طارق، طارق ولدي رجع لي يا حس، ولدي رجع لي. انا مهلك عليه يا حجه، الواد تعبان. هو انا نمت كتير؟ هو انا عيان؟ لا يا ولدي انت بخير والحمد لله. صح يا حس. لا خليه نايم ويصحى لوحده. تعال يا ولدي، تعال يا ولدي في حضن ابوك. تعال اجيب لك ايه تاكله؟ ثلاث ايام يشرب كوبايه لبن عنيزه صغيره وسليقه فروج وبس. احنا عايزين نستبارك وبتتخلف. هيقولوا قاعد في خيل وتوه.
مش راضي يطلع منه. لا ده العمده اللي مش عايز حد يشاركه في بركته. يا راجل حرام عليك، ده عمدتنا ما فيش زيه في البر كله. مرحبا بكم، مرحبا بكم. اهلا وسهلا منورين. اهلا وسهلا. اهلا يا عمده. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. تفضلوا تفضلوا. يا مرحب يا مرحب يا مرحب. اهلا مبروك. الله يسلمك. تفضلوا تفضلوا تفضلوا. امال الشيخ خلف فين؟ ما كان زي كلب معاني ونستبرك بيه. جمعه ما خرجش من مطرحه، وهو ما رضيش ياكل الا النابت والعيش، وانا ماسك في ايديا واسناني عشان يقعد معانا اسبوعين ثلاثه، مش عايز يقعد. امال عايز يمشي ولا ايه يا حاج؟ والله ما يحصل ابدا، ده احنا ما صدقنا نلقى راجل صالح وكله بركه زيه. دي البلد كلها عايزه تبني له بيت هنا وسطينا. دي البركه حلت علينا كلنا يا حاج، حتى العزب اللي حوالينا حسدنا عليه، يبقى نسيبه يمشي كيف؟ والله ما يحصل ابدا. ايه يا شيخ نور؟ نعم. ما تسمعنا حاجه في حب النبي مال. حاضر. على مهلك يا ولدي، واحدة واحدة. واه، ما تسيب الولد يا حاج، خليه يرتاح شوية. ما هو معايا. ها انت تعبان من حاجة يا طارق؟ لا انا عاوز اكل حالا. هجيب لك السليقة. لا انا عاوز اكل فتة. لا الفتة بعدين. خلاص ما واكلش. بكرة تاكل كل اللي نفسك فيه يا حبيبي، بس واحدة واحدة. اقول لك ارمى حتة دلوك على قطك واتفرج على التلفزيون، والمفضة هجيلك. معاه يا شمندي. عناية يا عم الحاج. معاه. اه على مهلك يا ولدي، على مهلك. قلبي واكلني على الولد يا حاج، حاجنا ما كناش نزلناه النهاردة، هو احنا ناقصين؟ هو سيدنا هو اللي قال لازم يخرج الناس يشوفه وهو يشوف الناس. ما تخش تشوف سيدنا لو كان عايز حاجة وقول له. هقول بس يا ريت يوافق. هيوافق. ادخل. كتر خيرك يا مولانا. وبعدين يا حاج؟ عشان استبارك يا سيدنا. سيدنا؟ سيدنا هو سيد الخلق أجمعين، محمد عليه الصلاة والسلام، وإحنا كلنا عبيد عند الله سبحانه وتعالى. أيوة يا شيخنا، والله ما أنا عارف أقول لك إيه ولا عزك إيه. قابلت ناس زي نصابين كتير، مش كده؟ أيوة يا شيخنا. ما فيش أسهل من إنك تنصب على الناس باسم الدين من يوم ما ربنا سبحانه وتعالى خلق الخلق لحد دلوك. مش يمكن أكون منيهم؟ لا لا سمح الله، ما تقولش كده. ده لو فيه اتنين تلاتة منك كانوا مالوا الدنيا دي كلها خير.
وانت تعرف العفش من الزنك ايه؟ من السبحه والدقن؟ ما يعلمش المخفي جوا القلوب الا اللي سطر المكتوب وختم القلوب. بعدين انا ما عملتش حاجه لولدك، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي اراد له الشفاء. على يدك يا سيدنا. استغفر الله. هو ربنا محتاج عبد من عباده يقول للشيء كن فيكون؟ صدقت يا شيخنا، صدقت. بقول يعني الناس بره نفسهم يشوفوك ويستبركوا بيك وفاكرين ان انا اللي حايشك عنهم. لو هيضايقك بلاش. انا هصلي العشاء واسلم على طارق واتوكل على الله. لا ورحمة الغاليين ما يكون، عايزين نتمتع ببركاتك. بقول لك ايه، انا هبني لك بيت جاري وتقعد فيه. هتبني لي بيت؟ تعرف تبني لي بيت من غير سقف ولا حيطان؟ اللي انت عايزه قول لي عليه وانا اعمله. بعد العشاء هقول لك على اللي تعمله، روح لحبايبك. طيب مش هترضى عننا وتاكل من وكلنا؟ هاكل من وكلك دلوقتي يا مولانا يا بنت. بعد العشاء بس يلا خلصوا، الشيخ عايز وقت. نابت برضو؟ لا نابت ايه؟ طلعوا كل اللي عنديكم، ان شاء الله تذبحيه خروف حتى. يسند قلبه دلوقت وخلي الخروف على العشاء. طب يلا شاي وجوار. شباب عندك لحمه قد ايه؟ خربنا يا كتير يا حاجه. ها رد عيبت يا شباب، ده الراجل عايش على النابت اسبوع. شوفوا ما دخلوش اللحمه وهو ياكل على قد نفسه. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. ألف مبروك يا حاج. خطوة عزيزة. أهلا. ربنا يعز مقدارك. والله كنت أدعي لولدك الليل قبل النهار. تفضل تفضل. ولدك ابن حلال، بسم الله ما شاء الله كل الناس هتحبه. عملك هو للنجاة وليه رجاله. كلامك مليح يا حاج، والله الخلق كلها كانت هتدعي لطارق اكتر ما هتدعي لعيالها. تفضل يا حاج. والله تفضل تفضل. بلاش يا بلاش يا بلاش يا تعاش الراجل يا بلاش يا بلاش. اه جليلي اصلي ما تماشيهوش. طلع ادخل. بسم الله. طيب البركه ده يسلم عليه ويستبرك بيه. والله يا حاج من طلعه الشمس وانا عمال اترجاه ينزل للناس ما رضيش. الراجل ده بركه. انا رحت المشايخ كتير، اللي قال 5 واللي قال 10 واللي قال 20، ولو كانوا طلب اكتر من كده كنت اديتهم. لكن الراجل ده على بيمين ما طلب ميله محمد
كل اللي بيعمله عايش على النابت. نابت؟ ايه هو صح لنابت كد كده ما فيش اكتر منه. يعني ما طلبش عجل اصفر ولا ديكو حمار ولا فروجه حتى. ده مرضيش ان احنا نبخر، قال البخور ضرر واكتر من نفعه، هيتعب الصدر. يعني الحديث اللي هيقولوا عليه ده ان راجل بركه صح، لكن استبرك بيه كلنا. علاء بيمين خبط علينا الباب لوحده كده ولا ده غلط؟ صح يا حاج. وهو بيقول انه عايز يمشي النهارده. يمشي أعمل لك قهوة يا سيدنا؟ يعملي سادة؟ سادة وترجيني روح أعملي القهوة. روحي هيجي يا باشا اطمن. شكله ايه يا باشا خلف ده؟ يعني مفيش علامه مميزه كده ولا حاجه؟ انا عايزك تهدى خالص وتطمن، اصل احنا لو ما عرفناش نجيبه دلوقتي هنجيبه وهو بيصرف السرقه دي. طيب انا هبعت لسعادتك معاون المباحث دلوقتي عشان ياخد مواصفات الذهب والالماز اللي اتسرقوا. والله بقى براحتك، عايز تبلغ مدير الامن، عايز تبلغ الوزير، ده موضوعك انا مش قادر امنعك. بس كل اللي انا اقدر اوعد بيه سعادتك ان المركز مش هيبقى له اي شغلانه غير اللي اسمه خالد ده. تمام؟ مع السلامه. الراجل هيتجنن. دهب بنص مليون جنيه، بيعمل ايه عنده في السرايا؟ اذا كان هو مش قاعد فيها اصلا.
هو مين يا باشا اللي مفروض التنفيضه الجامده دي؟ واحد بدقن وجلابيه وعصايه ابو سبحه. ما تقلقش يا باشا، اعتبره مرمي في الحجز. ده بيهددني انه يكلم مدير الامن. ما ان شاء الله يكلم الوزير حد. اذا كان هو بنفسه مش عايز يقول لي على مواصفات الذهب والالماظ اللي اتسرقوا منه. يكونش بيحور. يا باشا اكيد بيحور، البلد دي ما فيهاش عيال تطلع الطلعه دي. البلد دي كبيرهم يسرقوا جاموسه، معزه، يسلطوا غويشه، لكن ما فيش حد يطلع الطلعه دي. ابعت استعلم لي المديريه على اسم خلف ده، يمكن يكون له اصل هناك. ها؟ ونزل مخبرينك بقى يقلبوا. تمام يا باشا. انت يا واد! اقلبوا الارض على الوقت من الكلب دي وجيبوا لي جدك حالا! ماشي! اخذوا من قدامي! بطشاكم هي ولا ايه؟ اهلا 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 يا باشا، اهلا. الله يسلمك. لا انا برا، مش قوي كده، ده انا في العزبه اسبوع بالكثير باذن الله، والشيكات كلها تتغطى. هي عمرها حصلت؟ حاضر يا باشا. طب والختم الشريفي؟ الرجل ده نصاب وعرف يحبك علينا كلنا لحد ما سرق سرقته. طب ويدي الحج اللي خف على يده يا ناصر؟ ياك ربنا كان هيقبل دعاه ولا صلاته وهو هينصب على خلق الله؟ طب مين خبرك ان طريق خف على يده؟ ربنا كان كاتب شفاه. والمخفي ده جه حايم ودخل في الحكايه كده وساب فيه عطى حصول كتير. ايه اللي ودى خلف الله عند سرايه برعيش وكان عايز ايه منه؟ البنت عيشة اللي هتشتغل حداهم في السرايا هتقول ان بنت اخته عليها والعياذ بالله، يعني كده بسم الله الرحمن الرحيم. يا بنت ما عندكيش حاجة غير ان الناس كلهم عليهم بسم الله الرحمن الرحيم. والله زي ما حدتك كده يا حاجة. دي كمان عيشة هتقول ان البنت على طول هتصرخ وتقطع في خلقاتها كده وعايزة تهج على الخلق، عشان كده امها سابت مصر وجت هنا عشان تتدرم الفضيحة. ودي هتفضحت منك لله انت وعيشه. حطي لسانك في خشمك احسن اقطعهولك، حسك عينك تقعدي تتودودي في سيره الخلق. ربنا هيعلقك من لسانك دي يوم القيامه. ما هو يا حاجه برضه لو الحديد ده مش صح كان ايه اللي خلاهم يبعتوا يشيعوا للشيخ خلق؟ جم يقتلوه عشان سرق ذهبها زي ما عايزونه؟ لا يا حاجه، ده عايزونه استغفر الله العظيم يعني انه خد شرفها. قطع لسانك اكتمي. الشيخ خلف ده طاهر طول عمره راجل نظيف. مش انت شفتيه يا حجه ما وراهوش غير الصلاه والدعاء؟ وانت زمكتي كده ليه؟ ما يكونش في حاجه يعني. اكتم يا بنت واياك تنطقي بكلمه زياده. الشيخ خلف ده لهدين في رقبه اليوم الدين، يطلع زين يطلع شين، ربنا هو اللي عالم بيه وهو اللي هيحاسبه. يلا خلصوا، ما عايزاش وجع دماغ. وانت قومي يا اختي هاتي عودين ملوخيه وخرطيهم. حاضر يا حاجه. هي مالها البيت دي؟ من يوم الشيخ خلف ما حط رجله في البيت وهي مش على بعضها. هيكون الشيخ تاني يوم صحيت. صباح الخير يا حبيبه ماما. صباح الخير. ازاي؟ احنا جينا هنا امتى؟ مامي هو انا ايه اللي بيحصل لي؟ ما تخافيش يا اختي، اسم الله عليكي، اطمني اطمني يا اختي. ما اخافش ازاي؟ مامي انا مش فاكره حاجه خالص. احنا جينا هنا امتى وليه؟ اطمني. قومي خدي شاور، صلي على سيدنا محمد. قومي يا اختي قومي يا اختي، اسم الله عليكي، قومي يا قومي يا اختي بسم الله الرحمن الرحيم. برعي برعي. ايه في ايه؟ جرى ايه؟ ياسمين خفت يا اخويا. خفت؟ خفت يعني
شاطين لبنتها طلعت. ايوه النبي. يعني هي دلوقت خفت خفت وقامت من السرير زي الفل، ولا كأن فيها أي حاجة خالص، وكمان مش فاكرة جت إمتى ولا إيه اللي حصل، ولا كانت فاكرة اللي بيحصل لها خالص، وبتاخد شاور كمان. وخلف ده مسها زي ما قلتي؟ مش عارفة يا أخويا، أنا خايفة الراجل ده يجرى له حاجة بنتي ترجع للي كانت عليه. لا ما تخافيش، مش هيحصل حاجة إن شاء الله. يا رب يا اخويا ان شاء الله. انا راح اقول لهم يحضروا الاكل عشان ناكل كلنا لقمة مع بعض. اه يا زماني، يا دي الطريق، لا صديق ولا حتى مليت ريك، ماشيك لوحدي ما ونسني إلا صوت الريح، وحداني ما فضل غيرك من الزمن يا طريق، بنغني غنوة سوا عن غربة المجاريح. آه يا زماني. الله، اللهم صل على سيدنا محمد، الله أكبر. رحت فين يا بنت الناس؟ قلقت علي؟ قلقت؟ كنت بجيب لقمة ناكلها عشان يبقى عيش وملح. ربنا يحفظك. بتضحك على ايه؟ شفت النصيب؟ كل ده هيحصل عشان نبقى تحت سقف واحد. يلا يا سيدنا، حط يدك على راسي ورجيني.
اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. طارق عامل ايه يا حاج؟ نحمد ربنا. اسمع يا شيخ خلف، لو كنت فاكر انها داري على عملتك عشان ولد طارق تبقى غلطان. ربنا لو كاتب له الموت لا انت ولا اكبر منك هتقدروا تعملوا له حاجة. باب ده خطوة واحدة هيقتلوك. ما ياخد الروح إلا اللي خالقها. تعال بس تعال تعال اقعد وقول لي انت رحت سرايه برع عليهم مال؟ رحت سرايه برع عليه؟ هم اللي خدوني. خدوك ليه؟ ما اقدرش اكشف سر حد. لو كان على السرقه احنا ندفع الديه. ما سرقتش ما سرقتش. بنت اخته ضرتها بحاجه؟ يعني ما جربتش عليه؟
مسيت البت يا شيخ خلف. البت زي ما كانت، زي ما دخلت عليها زي ما طلعت. أنا عايز أسمعها منك من غير لف ولا دوران. البت بكر، العلم عند الله. يعني إيه؟ ما عملت لهاش حاجة؟ اطلق! اشتهيت. اشتهيتها من جواي. شيطانها غلبني. عاود انت ورجالتك احسن لك. كل العمده انا ورجالتي مش هنمشي من هنا الا ومعانا الكلب اللي عمدتك متويه في ده. كلمه واحده زياده وهفرغ الخزنه دي كلها في صدرك. هطلع لهم. لا، هنا بيتي، حدش يقدر يهوب ناحيتك. واللي برا دول هيبرئوني زيك؟ مش لازم يبرئوك، مش لازم انا كمان ابرئك. لا، يبرئنا كلنا ورب العالمين. ماليش صالح بيكم، انا مش جاي اتعارك معاكم. انا اللي ليا. انت مالكش عندي حاجة. هتتستر على مجرم يا عمدة؟ لا انا ولا انت نقدر نقول عليه مجرم. في حكومة تاخد لك حقك. وخلي بالك، الشيخ خلف ما هيخرجش من بيتي الا على المركز. ده اخر قولك يا عمدة؟ عشان خاطر كلبي زي ده تضيع الرجالة؟ اقل واحد فيهم بلقطه برقبته. قول عمليه الشيخ خلف والرجاله هي اللي تحكم.
سرقني، سرق. لو سرق مليون أردهم ومعاهم الدية. فيه غلط الكلام ده يا رجالة؟ اكسر الشر عمدي واطرد الكلب ده من بيتك، وانا هقول لك عمل ايه. ما تقول قدام الرجالة عمل ايه، قول. ولا حاجة، ولا حاجة. تموت نفسك والبلد كلها توجع في بعضيها؟ اقعد سيجي عليك النبي، لا تقعد. اهلا مصحيك يا حبيبي شمان، اطلع معاه واقعد جاره. حاضر. عاوز اسلم على سيدنا. تعال يا ولدي. يا داعي عبد الرحمن، خد يا ام قرب، توحشتك انت الحين. ايه غيرانة يا وحشتك قوي. تخنق غبتك كده؟ انا بخنقك كده؟ لا، عارف انا بحبك قد ايه. كد الدنيا دي كلها. اجيب مين كبير يعقلكوا وانتوا كبارات البلد؟ يلا ابو رعبي، خلي رجالتك يرجعوا وانت عمدتنا. مش هنشرب شاي ولا ايه؟ الشاي قول. يعني الشاي هنشربه كده؟ مش تقول لنا تفضلوا. اتفضل يا عماد بيه، اتفضل يا وائل بيه، اتفضل يا حاج برعي. انا مش جاي الضايف يا عمده، بس خليك فاكرها وقفت جنب كلب شارس زي ده قبل ناسك واهلك. يلا يا رجاله. تفضل يا احمد بيه، تفضل يا وائل بيه. تفضلوا. اطمن يا حاجه، طارق بخير وهيفضل بخير طول ما قلبه وقلوبكم عمرانه بالايمان. اطلع معانا وميه فرشته، وما تنسيش كل ليلة تجري له آية الكرسي. حاضر يا سيدنا. هتاجي تاني؟ العلم عند الله، كله بإذنه. بيتنا هيفضل مفتوح لك على طول يا سيدنا. بيتكم طاهر وربنا هيجعله مفتوح دايما للخير. فين الحرام اللي عندك يا عمدة؟ أنا ما عنديش حرامية يا سعادة الباشا، أنا عندي الشيخ خلف والمتهم بريء. عارفين يا سيدي، سلمني بقى الشيخ خلف. الله، فين هو؟ انا اهو قدامك اهو. خدوه. شكرين يا عمده. سلام يا باشا. مع غربي تاخد رجاله وياك وتراقبوا الناقص اللي اسمه برعده، هو ورجالته، واللي يقرب من الشيخ خلف طخوه على طول. اوامرك يا حاج. يلا. وانت يا دغار، اوامر يا عمده. تاخد رجاله وتعسكروا قدام المركز. يلا. اوامرك يا عمده.
خلي عفيته الارض بتاعك ينفعوك. هو فافرد غيرنا ولا ايه؟ طب الحق خد من يد السمحه دي لحسن يطلع علينا ايتين ويسخطنا جرود. يدك قلبوه شوفوا معاه ايه وفيشوه ورميه في الحجز. عايز عينيكم ما تغفلش عنه. تمام يا فندم. بقولي انا هدخل اريح لي ساعتين وقبل ما النهار يطلع تكونوا جبتوا لي قراره. ها تمام بس اوعى يموت في ايديكم. تمام يا باشا ما تقلقش كله تحت السيطره. مش قادرة عليها لوحدي. الله يخليك. ماشي وانا جنبها اهو. لا اله الا الله. مع السلامة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، انت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فأتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان. وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا والآخرة. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافة يا عين صاد، كافة يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا افتح الباب فإنك خير الغافرين. واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين. هاتلنا كرسي يا سيد، شكل القعدة هتطول. أنت طلعت متعدد المواهب بقى يا شيخ خلف. واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك،
وانشرها علينا من خزائن رحمتك. بقى في رجل ملوي هدومه زيك كده سرق له سرقه بنص مليون جنيه، نفتشه ما نلاقيش معاه قرش ساغ واحد. واحملنا بها حمل الكرامه مع السلامه والعافيه في الدين والدنيا والاخره. من هنا لحد ما يجي الفيش بتاعك تعال اتعرف، اسمك ايه؟ انك على كل شيء قدير، اللهم يسر لنا. مش سامعني ولا ايه؟ مع الرحمه. بقول لك اسمك ايه؟ ربنا وسلامتي والعافيه في ديني. الحكايه بقت كده. ماشي قلعه. استنى سيبه، بقول لك سيبه. بماله وكانوا يتقون، وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. اسم حسن عبد العزيز ابراهيم، المهنه مهندس راعي، محل الميلاد المنظره منفلوط، الشيخ خلف مهندس. ورعي هنعمل ايه في اللي احنا فيه ده؟ انا خلاص ما عرفش افكر، جينا جربنا الدكاترة والمشايخ كمان، خربت ايه؟ مش فاهم انا دي. اخدها واسافر المغرب يا اخويا، بيقولوا المغرب. ايه اللي بتتكلمي عنها دي؟ الله، ما كفناش احنا المصايب دي؟ يعني عايزني البت تروح من ايدي؟ مصيبة ولا اكبر من كده؟ الشيخ ده اللي اسمه خلف. يوه، احنا مش عايزين نسمع سيرة دي تاني. مش تعرفي بس الاول ايه اللي حصل؟ قال لي ايه؟ قال لك ايه؟ هو انت كمان قعدت تتكلم معاه بدل ما تروح تقتله؟ هيقولوا
إن فيه كنز وذهب كتير. ذهب؟ عمر المركز عيوكد لي إن الراجل ده سره باتع وإنه هو وإيه يعني... كمان؟ لا مفيش. ما تكمل يا أخوي. كمل أقول إيه؟ ما أنت عارفة كل حاجة، عارفة ظروفي. أنا جربت السجن. شوف بقول لك يا حسن، الشيخ خلف عاوز اتجوز بنتك. نعم اهو ده اللي كان ناقص. انت برعي مستحيل تكون اخوي، عايز تضحي ببنتي عشان كنز يا عالم موجود ولا لا؟ لا انا ما قلتش كده. انا كل اللي جه في راسي اني اسميه. ايه ماتت؟ عايز تدفنها بالحياه مع راجل زي ده؟ ما يمكن يكون ده علاجها. علاجها انك تدفنها بالحياه؟ لا انت جبت اخرها. انا هاخد بنتي واطلع بيها على مصر وهوديها احسن مصحه هناك. استني بس، مالك فيك ايه؟ مش يمكن يكون شفاها على يد الراجل ده؟ انت مش لسه من شويه قلت كنت انت عاوزه توديها المغرب؟ بعدين ممكن يكون الراجل ده مسها وكده تبقى مرته. لا انا مش قادره اصدق الكلام اللي بيتقال ده. انا قربت اتجنن. يا رب اللي بيحصل لنا ده، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، مش قادر استحمل. مالها البنت دي؟ صمت بالحصن الذي أسسه الله، سوره لا إله إلا الله، بابه محمد رسول الله، مفتاحه لا حول ولا قوة إلا بالله. من أراد لي سوءا أخذله الله همسا همسا، لمسا لمسا، لموسا لموسا، مأمونا مأمونا. أنا الأسد، سهمي نفد منه المدد، لا أبالي من أحد. بفضل بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد. الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد. الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد. الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إن جاءوني فردهم، وإن بغوا علي فهدهم، فإنك أنت الله ربي وربهم ورب الخلائق كلهم، فسيكفيكهم الله وهو العلي العظيم، فسيكفيكهم الله وهو العلي العظيم، فسيكفيكهم الله وهو العلي العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. يا رب يا رب يا رب يا رب.
يا دنيا وآه يا دنيا وآه سمعت صوتا هاتفا في السحر نادى من الغيب غفاة البشر هب املأوا كأس المنى قبل أن تملأ كأس العمر كف القدر
سيدي محمد يا حبيب. شرفي وعزي ونبراسي رافعنا علك على راسي رافعنا علك على راسي اي والله فيه تباهينا يا سيدي يا سيدي محمد يا حبيبي سيدي يا سيدي محمد يا حبيبي انا طالب بركة جانب وراي صباح الخير خلف فين امه متلقح فوق طبعا ما لقيتوش حاجه ومش هتلاقوا خليه يلعب بينا يشوطنا يمين وشمال زي ما هو عاوز يبعتك في نصاص الليل يدور على الكيدز وهو هنا ياكل ويشرب ويستحمى ويهيص والنبي هيلاقي ناس هبله زينا فين يوديها ويجيبها زي ما هو عاوز وكل ده عشان ايه عمى عينيك بالذهب اللي مش هتلاقيه سد ودانك بالكنز خلاك ترمي ضنايا تحت رجليه استك شرفك محاسن اكتبي اسمع يا عاد انا كنت اعرف مشايخ ولا صحرة انتوا بدك جرجرتوني وراكم انت قعدت تتحايل علي عشان اجيبه لو عاوزاني اقتله دلوقتي اطلع اقتله وتطلع ليه؟ انا نزلت اهو اسمع شيخ قرد انت شيخ قرد انا ما نمتش من امبارح وعاك تفكر ان انت هتنص من يدي انت مش ورطني وراك ولا صابر عليك لكن ورحمة امي الف رحمة ونور عليها انا بقول ورحمة امي ما يكفيني فيك موتك لو انت هتتلعب موت ايه عاد تعال افطر معايا انا ميت من الجوع تلاقيك انت كمان ما اكلتش من امبارح عبدو ايوه يا سيدنا عملت السليقه اللي قلت لك عليها ايوه يا سيدنا اجيبها لا دي للعروسه وانا هوكلها لها بيدي زودت البصل والثوم زي ما قلت لك ايه سيبها على نار هاديه تاخد لها غلوه على مفطر حاضر وعلى الغدا اعمل لنا حمام زي دي وبط ورز ومحشي وموزه وفطير و وذكر بح حاضر امال فين النابت اللي ما كنتش غيره انت في بيت العمده جناب السلطان سمي ومدي يدك والحمام والبح والمحشي والسرسوم والحاجات دي كلها ليه للعروسه
البورة جونت في الجبل. يا ترى هنعمل متر أنفاق ولا إيه يا باشمهندس؟ مطلتم يا باشمهندس جر ولا حسن؟ مش اسمك برضو حسن عبد العزيز إبراهيم؟ إياك تفتح الباب ده. عارف ليه؟ عشان حسن مات. مات. وإياك تجيب سيرته تاني. لا ري على فين؟ طلعت من باب البلة دي. مش يبقى حسن بس اللي مات، انت كمان هتموت. الغفر كلهم واخدين اوامر، لو شافوك بصيت من شباك ولا باب هيقتلوك. انت هتقعد محبوس في البلة دي لحد ما تجيب اخرك او تكون اخرك. اوعى تفتكر ان العفاريت والجن بتوعك دول هيفلتوك من يدي. انت اللي عملته فيها الشيخ خلف حدش عمله. انا مش عارف كيف طوعتك. طمعك اكحت يا ابو راعي، اكحت. هتطلع دهب، دهب هيزغلل عينيك ويزلزل عقلك ويعصر قلبك ويخطف روحك. وردم، بس قبل ما تردم اتأكد عتردم على ايه، لان الدهب اللي هتطلعه من الارض تيجي تروح وربنا وحده اللي يعلم هتكون روح مين. السليقة يا عبدو. أموت وأعرف جلابية تلبسها كيف. هترصي وخلاص؟ اديني انا اللي هرص. قوم. ومين اللي هيودي الزيارة دي يا حاج؟ أنا والحاجة طبعا. وأيديك نفسه قطعته بالبرعي بعد اللي عمله. إحنا ما هنزورش برعي، إحنا رايحين نزور الشيخ خلف. الأصول أصول. أيوة أمال، مش عريس عاد؟ ده جواب.